كان سيدي الاخضر انا زدت فيها وعشت فيها والحمد لله انا نبغيها كما نقول لك سيدي الاخضر بلادي وديما نتمنى لها غير الخير وديجا راك شوف راك معايا وراك شوف انا قلت لي روح لي الاجي قلت لك انا نبغي سيدي الاخضر بيسك نبغي سيدي الاخضر نبغيها تبان نبغي سيدي الاخضر تبان الحمد لله كما يقول لك ناس تاع الله يبارك ما شاء الله ناس كرميين جامي هكا واحد يجرحني بهضره ولا جامي الحمد لله. بداية تاعي مع كرة القدم كما كاع الجزائريين لعبت في الاحياء لعبت في طرقات لعبت بارتو لعبت كما كاع الشعب الجزائري. كي بديت نلعب كنت في عمري 10 سنين عشان بديت انا في سيدي الاخضر انا في وين نسكن انايا بديت معاهم الصنف الاصغر ومن بعد الاشبال من بعد كي لحقت الاواسط رحت لجمعية شلف من تماك طرق المشوار تاعي. اليوم باول نهار بمصر دلوقتي في تاني جوله لينا في دبي. يلا سوا نشوف اخبار سوكا ستارز من البحرين وعايزين نقول لكم ان انتوا هتعرفوا من خلال حلقتنا النهارده اخبار سوكا ستارز من الجزائر. في 2005 كنت كما نقول لك كان في عمري 18 سنه اول نهار كما نقول لك نط صباح هكا رحت قريت في الجريده دايرين بلي يديروا تيست في بلوغين المواهب اللي جاك ومن بعد انا رحت كان عندنا مدرب تاعنا تاع الاواسط كان علي ولي حين اللي رحت هضرت معاه قلت له بلي ودي بلي راهم دايرين راح يديروا تاع المواهب الا تروح معايا قال لي ماشي مشكل رحنا نضنا صباح رحنا هكا البولوغين الحمد لله كي رحت تماك عاوني كان يطلع لي المورال فطري كان يقول لي ما تقلقش وما تحشمش والعب وقدروا يخيروك الحمد لله كما نقول لك رحت وخيروني الحمد لله خيروني احنا خيرونا احنا 10 جزائريين قالوا لنا لازم تروحوا لمصر كاين تماك تجربه ثاني تماك ويخرج ميور جوار يروح لنيوكاسل عنده عام كونترا تاع عام في نيوكاسل. The idea behind Soccer Stars is to search for the most talented young soccer player and provide him with a chance to fulfill his dreams of becoming a professional and joining Newcastle United, one of the most prestigious teams in the English Premier League. After an intensive search, the decision was made and the top qualifiers were picked to participate in the program and made it to the next stage. At this point, 12 different nationalities were represented. Okay! Turn, pass, pass! الحمد لله كما يقول لك انا كنت صح شويه في الديبيو كنت حشمه كنت خايف شويه اول خرجه تاعي نخرجها كان من الدار كنت صغير وما كي رحت تما قصت شويه صعيبه شويه في الديبيو تما باش والفت كانوا كاع من البلدان تما في العرب كانوا من المغرب كانوا من الامارات كانوا من مصر كنا قريب 60 واحد تما ومن بعد بدينا خيروا ومن بعد بديت نواله كنا ومن بعد ولات كل سمانه يخيروا نقولوا نقصوا 5 سنين نقصوهم احنا قعدنا تما شهرين كل سمانه يخيروا بدينا نوافوا لعبنا لي ماتش اميكو لعبنا كونتر مارسي لعبنا كونتر الكويتي لعبنا كونتر الاهلي المصري لعبنا الاردن كيف نصرنا تاع الاردن. الف مبروك لا سوكا ستارز العرب صدوق الحاج من الجزائر. بحلم بقلوب جاية تشوفني بلعب وسط أعلى النجوم واكسب والناس تنادي اسمي العب دوقنا طعم الفوز بحلم بقلوب جاية تشوفني بلعب وسط أعلى النجوم واكسب والناس تنادي اسمي العب دوقنا طعم الفوز. صدوق هو يلي فاز ولكن عندي مفاجأة الليلة وهي انه الشبان يلي كانوا مع صدوق كمان راح ينضموا له ويروحوا على نيوكاسل.
A fairy tale comes true and a young man's life has been changed forever. Only two of the boys eventually made it to Newcastle United. Unfortunately, the ultimate winner, Sadouq Al-Hal, was denied an entry visa to the UK. كنت غادي ندير الفيزا هنا في الانجليز صعبوا لي شويه صعبوا لي شويه طولت لي الفيزا قعدت 3 شهور وانا كي قعدت هنا قعدت نونطريني فور لافون قعدت نونطريني هنا في سد الاخضر وين نسكن جاتني بليسير في يدي كتب لي سكن بعد كتب لي سي جاتني الفيزا كي طلعت للانجليز كنت مازال ما بريتش في يدي كنت دير بروش في يدي كي رحت تما قدرت تيست ميديكال تما قدرت تيست قالوا لي ما تقدرش لازم تعاود شغل لوبيراسيون هذيك ما نجحتليش انا في الجزائر قالوا لازم تعاود دير اوبيراسيون واحده اخرى لازم تعاود تدخل للطبيب هذاك اللي دار لك لوبيراسيون هو يعاود يديرها لك انا عاود دخلت للجزائر كي عاود دخلت للجزائر عاود درت عمليه ثانيه ما نجحتش حتى درت عمليه ثالثه باش نجحت لي كان هذاك العام تاعي كونطرا تاعي مع نيوكاسل كانت خلاص قلقت شويه مي من بعد ما عاد ولاو الناس هكا يقولوا لي هذه ما تقلقش وراك صغير ومعليش وبدا حياه جديده عاود دير تجربه واحده وانا بقيت نسمع لهم بقيت نلعب بقيت نكمل في حياتي عاديه ما بقيتش نخمم غير في الانجليز غير في نيوكاسل صاي نسيتها بقيت نخمم كاع من جديد وبديت نلعب انا في الجزائر بديت نونطريني نلعب